السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام باستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للثالث والعشرين من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت لهذا اليوم: محمد بن راشد رئيسا لأمانة جائزة الأمير خليفة بن سلمان للطبيب البحريني، الغرفة تأثيرات سلبية للتصريح المرن. هذا ولفتت صحيفة الأيام حميدان لصحيفة الأيام: استخدام العمالة الخيار الأخير لأصحاب الأعمال، لا نيابية لإخضاع النقابيين لكشف الذمة المالية، تشين التحويل من وإلى المدارس الحكومية والخاصة عبر البوابة الإلكترونية. ومع صحيفة البلاد والتي استهلت: استحداث رسوم تأمين بقانون المباني الجديد. أما صحيفة الوطن فقد نشرت في صدر صفحاتها ندوة الوطن: فرص استثمارية ضائعة في التعليم العالي. نشرت صحيفة الأيام أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أكد في تصريح له على صحيفة الأيام استخدام العامل من الخارج يشكل آخر خيار لصاحب العمل للحصول على عامل في وظيفة ما، مشددا على أن العمالة الوطنية تبقى الخيار الأفضل أمام أصحاب العمل. علمت الأيام أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب رفضت مشروعا بقانون يهدف إلى إخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية إلى قانون الكشف عن الذمة. بقلم الدكتور أمجد أبو لوم نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي أتى بعنوان التعليم الذاتي ومستقبل التعليم، فإلى هذا المقال. يقول أينشتاين في إحدى مقولاته الشهيرة: التعلم المدرسي سيجلب لك وظيفة، أما التعلم الذاتي فسيجلب لك عقلا. التعلم الذاتي لا يعني بالضرورة قيام المتعلم بالتعلم بانفراد بعيدا عن الآخرين، نما من خلال أشكال مختلفة سواء في مجموعات كبيرة أو صغيرة. ولأننا نعيش في عصر تكنولوجيا، فمن الطبيعي أن يؤدي التعلم الإلكتروني بمختلف أشكاله دورا مهما في التوجيه نحو التعلم الذاتي، حيث أصبحت المقررات الدراسية في أعرق جامعات العالم متاحة على شبكة الإنترنت لأي شخص يريد دراستها. لفت الصحيفة أخبار الخليج أن وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة كشف أنه تم الانتهاء من 19 منزلا من أصل 24 منزلا مدرجا ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وذلك للحفاظ على الملامح المعمارية القديمة بالتعاون مع هيئة الثقافة. نشرت صحيفة أخبار الخليج دراسة حديثة أعدتها غرفة صناعة وتجارة البحرين تكشف أن العمالة المرنة والمخالفة تحقق خسائر على الدولة تقدر بأكثر من 100 مليون سنوياً. نقرأ من صحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي دعت خلال مشاركتها في المنتدى الخليجي الافتراضي الأول لمعهد المرأة للتنمية والسلام بدولة الكويت الشقيقة تحت عنوان التعليم عن بعد ما له وما عليه، دعت إلى أهمية تطوير استراتيجية خاصة بالتعليم عن بعد تعزيز فرص التعلم مدى الحياة ودعم التحول الرقمي في كافة المواقع في مملكة البحرين وغيرها.
نطالع من صحيفة الوطن أن مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة أكد أن مجموعة مخالفات عدم ارتداء الكمامة في مختلف المحافظات في مملكة البحرين وصل إلى أكثر من 22 ألف مخالفة منذ بدء تطبيق هذا القرار. وبخط قلم الدكتورة صفاء العلوي نقرأ مقالا بعنوان رسالة لأبطال الصحة، فإلى المقال. هي رسالة موجهة لكم يا أبطال الصحة، سواء في مجال الإدارة أو الطب أو التمريض أو حتى أقسام العناية المركزة والطوارئ بمختلف مجالاته، من أجل علاج ومساندة ورعاية مرضى كوفيد-19 والقضاء على هذا الوباء. رحنا كثيرا بآخر الإحصائيات لنسبة الشفاء بمملكة البحرين التي بلغت 92.2%، والتي تعد من النسب الأعلى في العالم، والتي توصلت لها المملكة بفضل جهودكم الجبارة. فكل يوم يمر نترقب فيه الأخبار ونسعد بنسبة حالات الشفاء والتعافي من هذا الوباء. أيها الأبطال، ندرك تماما دوركم الجبار من أجل إنقاذ الحياة البشرية وعملكم ليل نهار دون كلل ولا ملل، ونشعر ما تشعرون به من معارك عاطفية ونفسية كبيرة تعيشونها، بالإضافة إلى حالات التعب والإرهاق. نشرت صحيفة البلاد أن رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي قال إن مسودة مشروع قانون تنظيم المباني استحدثت رسوما جديدة ألزمت من خلالها جميع المكاتب الهندسية والمقاولين بالتأمين على مزاولة أعمال البناء والهدم لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في مملكة البحرين. هذا ونشر أسامة الماجد مقالا له في صحيفة البلاد، والذي جاء بعنوان البحرين تحول من بلد يستورد إلى بلد يصدر، فإلى المقال. التجارب المتعددة التي مرت بها مجتمعاتنا منذ بداية النهضة حتى وقتنا الحالي جعلتنا مؤهلين لإنجاز المشاريع الكبرى واقتحام ميدان الصناعات التي يحظى برعاية ومتابعة ودعم من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. إن حتمية المسار الذي تسير فيه مجتمعاتنا تجبرنا على تحقيق مزيد من التقدم والرخاء والسير بالصناعات الوطنية في خط مستقيم بطريقة مضطردة، والتحول من بلد يستورد إلى بلد يصدر. وكان لسمر الأبيوكي كذلك عمود صحفي جاء بعنوان هذه هي البحرين، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. تعد البحرين من أكثر الدول زخما وتعددية، فالكل هنا يعيش بأمن وأمان والكثير من الألفة، هكذا عهدنا المملكة منذ سالف العصر وعلى مر التاريخ. لهذا كانت وستظل البحرين بلدا لرغد العيش والتسامح الديني وانسيابية الاندماج بين أهلها وضيوفها. بات العالم شاهدا على البحرين كبلد لتسامح الأديان، ويشار بالبنان لمركز الملك حمد للتعايش السلمي وحوار الأديان كرمز حقيقي لحرية ممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على حقوق الأفراد في اعتناق ما يشاءون من أفكار ومعتقدات ومذاهب، طالما لا تمس الأمن العام للوطن أو الآخرين. وكالعادة إلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد.
وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.